مسمار القدم، أسبابه وعلاجه. يعد مسمار القدم فود كورن أو الجسأ أو المسمار أحد أنواع الثفن، ويمكن تعريف الثفن على أنه جزء كثيف وصلب من الجلد، عادة ما يتشكل على جانبي وباطن القدمين نتيجة التعرض للإجهاد المستمر أو الضغط أو التهيج. أما بالنسبة لمسمار القدم فعادة ما يظهر على الأجزاء الناعمة والرقيقة من جلد القدم مثل أصابع القدم والجزء العلوي منها، وقد تتفاوت مسامير القدم في طبيعتها لتتراوح ما بين المسامير اللينة والمسامير الصلبة. وعادة ما تتكون المسامير اللينة بين أصابع القدم في حين تتكون المسامير الصلبة عادة في أعلى الأصابع، كما تجدر الإشارة إلى نوع آخر يعرف بتآليل البور، والتي تشبه في حجمها حجم البذرة وتظهر أسفل القدم عند انسداد قنوات العرق. وفي الحقيقة يمكن أن تسبب مسامير اللحم والثفن قدرا كبيرا من آلام القدم وعدم الراحة، كما يمكن أن تؤدي إلى ظهور آثار جانبية خطيرة محتملة في حال تركها بدون علاج. هكذا يمكنك أن تتخلص من مسمار الرجل. يمكن التخلص من مسامير الرجل وهي ما يعرف بمسامير القدم باتباع الطرق التالية. أولا، فرك مسمار الرجل بحجر الخفاف، وذلك بغمس حجر الخفاف بالماء الدافئ، ثم فرك مسمار الرجل بلطف بحركات دائرية أو جانبية لإزالة الجلد الميت، مع الحرص على عدم إزالة الكثير من الجلد لتجنب حدوث نزيف أو الإصابة بالعدوى. تقليم أظافر أصابع القدم، حيث من الممكن أن تدفع الأظافر الطويلة جدا أصابع القدم إلى الضغط على الحذاء، مما يتسبب بتكون مسامير القدم مع مرور الوقت. ثالثا، استخدام المرطبات. يفضل استخدام كريم مرطب يحتوي على حمض الساليسيليك أو لاكتات الأمونيوم أو اليوريا يوميا، فهذا من شأنه أن يبقي الجلد ناعما ورطبا ويمنع الجفاف وتكون الطبقة المتقرنة. نقع الأقدام بماء دافئ وصابون لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى يصبح الجلد ناعما. إضافة إلى ذلك يمكنك ارتداء الأحذية المناسبة، حيث يعتبر ارتداء الأحذية الضيقة وغير المناسبة السبب الرئيسي للإصابة بمسامير القدم. وللحصول على الحذاء المناسب من ناحية الشكل والحجم وطول الكعب، ينصح بشراء الأحذية في نهاية اليوم عندما تكون الأقدام متورمة قليلا، مع الحرص على اختيار حذاء غير فضفاض أو ضيق. ثانيا، ارتداء الأحذية الطبية الخاصة التي يوصي بها أخصائي القدم لمنع الاحتكاك أو حشوات الأحذية ذات التقويمات في حال وصول عيب خلقي أو تشوهات في القدم، مع تجنب ارتداء الكعب العالي وعدم ارتداء الأحذية أثناء البقاء في المنزل. عادة ما تختفي مسامير القدم تدريجيا عند زوال الضغط أو الاحتكاك، لكن في بعض الأحيان نلجأ إلى العلاج الطبي بحمض الساليسيليك وبعض المضادات الحيوية التي قد يصفها الطبيب. بالإضافة إلى ما سبق، يمكن التخلص من مسمار القدم بإحدى الطرق التالية كالتشذيب أو ما يقال له تقليم الأظافر، وكذلك الجراحة، حيث يلجأ الأطباء إلى الجراحة في حال فشل جميع المحاولات الأخرى، إضافة إلى منتجات طبية لتخفيف الضغط ونذكر منها أوتاد أو فواصل السيليكون وأوتاد أو فواصل الفلين.